مساء الخير مشاهدينا واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من المزح نصه جد وبين المزح وبين الجد بوعدكم بحلقه استثنائيه الليله ضيفتنا بهيدي الحلقه جامعة الجمال مع الهضامه والزكا مقدمه برامج بمقاسات عارضه ازياء مسالمه بس ما بتتردد تعذب ضيوفها لتاخذ منهم اجابات وسكوبات مشاكسه رياضيه وبتعشق التحدي هي باختصار ذا نمبر 1 في ميل على الشاشات اللبنانيه اليوم رحبوا معي بالاعلاميه اللبنانيه كارلا حداد ابو الناج <applause> هاي هشام حداد كارلا حداد وهشام حداد يعني اثنين حداد شو بده يصير؟ اه اه هي صارت قبل مره انت استضفتيني اليوم اجا دوري انا رد لك الصعصعين مثل ما بيقولوا انت قلت انه انا بعذب ضيوفي لاخذ منهم اللي بدي اياه ايه, 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 ايه نقطتي علي شمع اه كارلا اه وقت انا كنت معك هيدا شو بتعتبريه؟ اه لا هيدا انه عذاب على الخفيف عذاب على الخفيف شمع؟ نقطتي شمع سخن علي عذاب ايه على الخفيف بتتحمل انت هشام هلا شوفي انت شو رح تتحمل اليوم؟ ولا؟ ايه ايه شباب انتم بتقبلوا؟ ايه جيبوا لي المشوى انا بدي اعلم جيبوا لي الجريل اهلا وسهلا فيك اهلا وسهلا فيك كارلا حداد قد تحبين محمد رمضان؟ كثير ليه ليه بتلاقيه نمبر وان؟ ايه بلاقيه نمبر 1 باللي عم يعملوا شو بتحبي فيه جرأته بتحبي فيه ثقته بحاله جرأته مبالغته, مبالغته لا ما بتلاقي ما مبالغ؟ على حدا لا واذا مبالغ انت هيك انت هيك لا انا مني هيك انت ما بتبالغ قلت لك هو بلاقيه نمبر 1 بشي اللي بيعمله اه يمكن انا اذا بدي اعمله او حدا تاني بده يقلده او يعمل مثله ما بينجح ما بينجح بس انا بحب انه ثقته بحاله قديه بيتحارب وقديه بيجوا ضده بيحكوا عنه اخر همه يعني بي حتى بيجاوب بيكون رده كمان مف... يعني بيستفزهم يعني انت اه يعني يعني بيصير كمان ايه بصير يرد على الاستفزاز باستفزاز مقابل ايه؟ طيب, اه اه طيب يعني يعني اللي مثله او اللي بده يصير مثله يعمل مثله ويشوف اذا بيوصل للي وصل له أوف. محمد رمضان شو وصل له شهره جاه مصاري شو عم تحكي شو شو اللي بيلفت كل شيء كل شيء بيلفتني فيه حتى اهتمامه بحاله باللي بيعمله محمد الخاصه اللي بيطلع فيها الذهب اللي بفرش اسنانه فيهم كل شيء اه. طيب. باللي بل بيعمله محمد رمضان بتلاقيه نمبر وان باللي انت بتعمليه انت نمبر وان اه ايه شو هاي؟ شو ثقة غرور؟ لا، ثقة بحالي، يعني لو مني نمبر وان أو بدي أعتبر حالي نمبر تو أو ثري يعني عارفة إنه في شيء غلط فيي وما عم بحسنه، فما بقدر أنا أقول لك أنا مش نمبر وان، أنا نمبر وان لأنه أنا بشتغل على حالي نمبر وان بعيون الناس ولا بعيونك كارلا؟ أه هلأ أي أهم؟ تكوني بتن... نق لا يعني... الاثنين يعني اول شيء انت لازم يكون عندك ثقه بحالك لحتى الناس تتقبلك امم أه واكيد ما فيك تكون انت عندك ثقه بحالك والناس ابدا مش شايفينك لا نمبر 1 ولا نمبر 2 ولا شيء مم. يعني ما بيكون بس... ك... بتصير مدعي هون بس انا اجابتي هذا السؤال هشام عم بقول لك انه انا نمبر 1 بمعنى انه انا اذا بجي لعندك بقول لك لا انا نمبر 2 او 3 يعني انا عارفه انه في شيء غلط فيي فهمت فهمت وما عم تحس انه خلاني ضل نمبر 2 وعفكره الضعف يعني انه انا لا انا خليني جنب الحيط نمبر 2 هذا بينعكس عند الناس لا. يعني بتصيري كمان بين انك أيه. بتقل قيمتك يعني يعني بس مش غرور بس لا تعرف انه اذا بدك ثقه بحالة وحب بشغلي ما. بعد ما بلشت الحلقه بس لك لخبرك شو اذا هيك يعني ما بلشت بعد بدك تخليني احكي لا يعني هلا بدك تحكي هلا بدك تحكي <applause> اول فقره ناطرك شو هن الفقرات؟ الفقره الاولى خلينا بالجد اللي هي فيها سؤالات دقيقه واجابات دقيقه يعني, يعني. اول فقره جد وبدك تحكي جد، ثاني فقره مطلوب منك عن جد مطلوب مني يعني انا بس اطلب منك حتقولي هلا مطلوب مني عن جد هيك اعمل هيك شيء اشياء آه. يعني مانو حيني لانه واخر فقره رح تقولي لي عم تمزح اكيد انه بس فقل لك شو حديد عم بتمزح اكيد اوكي هل صعبين طيب لكن يعني. بنبلش بيه خلينا بالجد يعني. خلينا بالجد ابو النجا <applause> كارل 20 سنه صار لك على على الشاشه قد عمرك عشرين سنه <applause> حبيبي شو بلشت بويضة؟ ايه <applause> بلشت بويضة <applause> لا بتعرف اول شيء العمر إذا نمبر وانا ما بستحق انه بعمري بس انه ما حدا ما بحب اقول قد عمري أه وصراحه صراحه ما عم بحكي شيء شعر بس انا بحس انه عمري 12 سنه من عمر بنتي ليا لانه بس خلقت ليا بدك كولورياج بدك تلوين آه بدك تجيب لك شيء تلتهي فيه لا صدقني هي ما بتعمل كولورياج ابدا هي بتعمل تيك توك وبتلبس على الموضه وشاطره بدرسها سو 12 آه سنه هالايام مش مثل 12 سنه على ايامنا انا بقى مصر عندي 12 سنه بس بدي خبري خبريه انه انا ابني عمره 9 سنين عم بيدرس روبوتكس عن جد؟ روبوتكس شيء ب... لا هالجيل لا واللي بيعمله فظيح. بصراحه انا بعتقد عمر ال70 ما رح اتعلمه يعني من هلا ال70 ما رح اتعلمه طيب قد ايه وزنك لانه ولا مره أر... أش... شفناك زي دي جرام من 20 سنه لليوم 64 ولا مره قد ايه طولك 79، مترو 79 يعني أنتِ تحت وزنك ولا وزنك المثالي؟ لأنه مش معقول مترو لا. 79 64 كيلو؟ جيجي جي حديد مترو 79 وزنها 59 طيب بس 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 إنه شو بس شو فيكي بقلبك؟ هوا؟ يعني أنتِ؟ لا انك... لا مش هوا شو؟ لا إنه أنا ب... ليك يمكن أنا ال طب بتاكلي بتاكلي؟ المود دو في تبعي إيه والأكل اللي باكله صحي وما بنصح انا شو 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 بتاكلي لحمة؟ لا دجاج بيض مايونيز برجر كلهم ما كيف مش فيجن معقول اوقات اكل سمك بس مع سوشي؟ لا كنت حب السوشي هلا بطلت شو بدك ليش؟ لاسباب غذائيه لاسباب كمان لها علاقه لأ لاسباب لبنانيه بحته اه انا ما بحطوه بالبراد ما بعرف في البراد ما عندي ساقه يعني بتاكل حبوب وسمك بس؟ كثير اكثر شيء حبوب وخضره يعني شو بتتروقي؟ ايه؟ اوت مع الموند ميلك مع نوتس يعني جوز لوز <تصفيق> 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 <applause> عصام هو بيحطهم حد التروية الترويقه يعني هو ايه آه... هو قبل الترويقه هو بيقوم الصبح حالك شو بيعمل هو ليك آه... آه... عصام آه... كثير هلسي هو الصبح اوت almond milk هو لي قبل ما يفرش سنانه اه اوكي بيرجع بفرش سنانه كنافه اه اوكي بس من بعدها شو بيعمل خبزه سمراء يعني هو فيتامين <applause> اول خبزه سمراء <applause> بحط عليها قالب حلوم <تصفيق> 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 عنده عنده يع... كثير هلسي يعني هو بس اخذ يعني مثلا قالوا له قالوا له مثلا خبزه سمراء قالوا له خبزه سمراء إيه؟ نص هلسي ام هو اكل رغيف إيه؟ قالوا له الحلوم هالسي قالب إيه؟ كله بياخدو بس انه بياخدوه على الماكسيموم <applause> طيب بس انا بعرف انه جوزك اليوم رجل اعمال لبناني وائل قسيس بحب الجمعات وبحب قعدات الغداء والعشاء وبحب طاولته تكون عمراني طيب هذا الشيء يعني ما تحطلقي يعني <applause> لا لأنه, لا لانه هذا ايه انه ما ما في شيء بيجمعكم بالعادات بده يسكر بده يقل بزورات بده 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 في متش بيتعشى ايه السبب عن جد يعني مش مش خلاف بس انه هيدا ما بنتفق على هذا الموضوع ابدا يعني هو بالنسبه له حتى الغدا بايام الاسبوع العادي بده تكون طاوله إيه يعني بدو يكون في ليش شو بدك شو بدك طاوله لا انا يعني بقدر اكل مثلا هيك شقفه بسكويه يمكن وامشي خلص باكل بس لانه يمكن لازم اكل ما بتشهي بتتشهي بقى؟ لا لا ما عندي انه يي انه بدي اتشهى على طاوله صفرة ابشع شيء عندي النهار الاحد صراحه لانه بيكون في اكل وعيله ولازم تاكل وعيله بتكره الاكل ولا العيله لا انا بكره مش بكره الاكل بس ما يعني ما عندي لذه ما هي الاكل لذه انا بالنسبه لي الاكل منه لذه يعني انا, أنا بطل لذه قد قبل انا بطل لذه قد قبل بصراحه أنه... لانه أنا كمان صرت انتبه على حالي إيه مضطر انا ولا بصير 200 كيلو إيه بطل لذه عندي وانا مثلك بس الاكل العربي الميزيت. انا ما بقى اروح عليه ما بحبه يعني بيزعجني القعده الطويله على الاكل لانه انا, أنا بدي اكل أمتين وفل ايه <applause> ممنوع نعم. طيب انت من الاشخاص اللي بيتعذبوا بالحب ولا بتتخطي بسرعه الخيبات؟ يعني بس لقلك شغله مثلا اللي عملته شيرين من بعد طلاقة من حسام حبيب، من بعد انفصالها عن حسام حبيب، حلقه شعره مثلا انت ممكن توصل لهيك؟ لا تتخطي بسرعه الخيبات العاطفيه، صار لك صار عندك خيبات عاطفيه؟ لا م. لا ولا ممكن اذي حالي كرمال اي حدا يعني بالعكس م. يعني انا بالنسبه لي اهم حدا على الكره الارضيه هي بنتي ليا ويعني والله لا يضرها ولا يعني ان شاء الله ما الله ما بيعطيها على ايام حلوه وعندك كمان خيك كمان عزيز عليك روي خيك. روي بكندا كيف عم تتحملي انه يكون عندك هاي بنتك ليا وهاي روي اول شي مرة لقيت لها بعدين روي آه آه كمان مثلك عنده شعر اشقر وعيون ملونه كوبي كونفورم انت هو كانو إن كارلا كلنا تطلع على الجنوب من آه؟ ضيعتنا روم كذا جزين كلنا هيك قلل زرق والله <applause> ايه و... وليكي وهو كانه يعني كارلا على الرجال وانت كأنك روي على مرات وليه ايه والماما ايه؟ والبابا الله يرحمهم هيك زيت شيء يعني طيب ادي آه ايه صار شفتي لروي؟ لا اجا بالصي بالبينويل على نوال؟ ع عيد الميلاد بتف... بتفكري تهاجري على كندا كارلا؟ آه. بتفكري تهاجري اصلا بالمطلق؟ يعني مش عارفه هشام اذا بدي جاوبك بعاطفه ولا بواقعيه لبنان ما بقى ينعاش فيه للاسف يعني صعب الحياه كتير بلبنان يعني كنا قبل من كم سنه لورا نقول اللي معه مصاري بعيش بلبنان هلا هلا هل... حتى اللي معه مصاري مزلول بلبنان يعني حتى اللي معه مصاري بده يركض لحتى يامن مازوت لحتى يامن يمكن بنزين لو عندك معارف بالنهايه انت منك مضطر انه تتربح جميله صاحب كرمال بيزك نيدز كرمال امور آه اكيد يعني حتى اللي معه مصاري بلبنان مش مبسوط حتى اللي معه مصاري بشوف زباله على الطريق بيو بينزل بالجوار حتى مناظر الناس الناطرين بالطوابير لو انت مش ناطر معهم هيدا شيء بذلك انت كمواطن لبناني برافو العيشه بلبنان صعبه ومنها حلوه بقى للاسف ولكن اكيد اذا شغلك هون سكنك هون عائل جوزك عائلتك عائلتي هون يعني م. تراب اهلي عم بحكيك اذا عاطفه تراب اهلي هون البلد هيدا مش معقول اول ما توصل الطياره فوق وما بعرف شو بحس ما بصدق اي متى ارجع بس للاسف يعني عم بخلوك تكره هالبلد م. مش البلد تكره العيشه بطلت العيشه خرج انسان يعيش فيه شو اللي بيخليك يجبرك انك تفلي اذا كان عندي شغل ببلد عربي ممكن نروح إيه؟ ولا استقرار امني كمان ممكن يخليك تفلي آه أكي اكيد اكيد مم. يعني بالنهايه حياه الانسان اغلى شيء مصرياتك سرقوها آه طبابتك مش اكيد انه فيك تطبب ساعه اللي بدك حتى اذا معك مصاري يمكن الدواء منه موجود قد ايه يعني بالبنك؟ كل شيء جمعته قد تقريبا؟ فوق ال 500 الف دولار تحت 500 الف دولار؟ كل اللي جمعت فوق ال 500 بس شو لهم معنى كانوا فوق ال 500 ولا تحت ال 500 هلا ما لهم معنى شو بدي جمعتي جمعتي منيح خلص بس يرجع يعطونا هن بعد 20 سنه بقول لك بتقولي لي انت حاسه انه يرجعوا؟ لا انت عارفه انه نيفر ايفر عارفه انت كنت شاطره بالمات لانه عم بسالك ما بدي ابكي قد ما كنت شاطره بالمات لا حياتهم فوق ال 500 الف لا تبكي لانه وحده بيبكي تحت ال يعني بصراحه لا عجنها العمر تبكي لو 1000 ايه فهمت عليك إذا ألف جانا العمر كارثة <applause> <applause> أوكي أوكي <applause> <كنت> أنت <applause> كارلا كنت شاطرة بالمات ليه عملتي صحافة؟ هو عن جد جدية ومش يعني بدك أحكي بصراحة إيه <applause> ما كنت قادرة تتحملي مصاريف الجامعة الخاصة؟ إيه شو عرفك؟ إيه أهلي أوف. يعني أهلي تزعلي؟ لا اهلي حطونا باحلى مدارس انا وخيي بس اهلي موظفين يعني كنت طول عمرهم كانوا موظفين واوادم مش من الزعراء اكيد ما سرقوا يعني بلد. ايه ف انا كنت اقدم توفل واقدم على كل شيء يعني وانجح كل شيء بيخولك لجامعات خاصه الجامعات الخاصه كان انجلش او فرنش ومقدمه بكالوريا فرنسويه وكل شيء يعني وصل اخر شيء انه لازم تسجل وانا خلص قطع الوقت وما تسجلت اهلي كره لازم تتسجلي قلت انا اقرب جامعه على البيت كانت كليه الاعلام آه. صحافي آه. ف فوه... وكان مع ما عمري بعد 18 سنه كان بعدني 17 سنه عندي كمان سياره بدي اتكل على اهلي وانا اهلي موظفين ياخذوني ويجيبوني فقلت يا احلى جامعه وبضلهم أضربين <applause> يعني بروح نهار بقعد سبعة بالبيت مش مشكلة <تصحيح> قوية <applause> <حقيقي>. قوية <applause> <applause> طيب وعملت عاملة صحافة وبالإعلام هيك وعرض عليك وعندك مواقف وبتحكي عرض انتشر من فترة ما عرض عليك انتشر من فترة خبر أنه عرض عليك ترشحك على الانتخابات النيابية على لائحة التيار الوطني الحر وانت نفيتيها ليه أول شيء التيار انت عونية لا أبدا ضدهم أنا ما بحياتي انتسبت لحزب لأن أهلي من أنا وصغيرة قالوا لنا انه السياسيه والسياسه بلبنان لعبه وسخه ولا مره لا شفت اهلي هن محذبين ولا ولا بس عائلتك اكيد عائلتي انا ماني بوليس عليهم يعني عندهم آه قد... او وعيهم شو كانوا؟ يعني مقصومين قوات وعونيه يعني اجمالا المسيحيه هيك بلبنان اكثريتهم يعني آه. عونيه وقوات آه. طيب مزبوط عرض عليكي ولا الموضوع ما له اساس؟ آه لا لا ما فكرتي تترشحي طيب؟ آه كنت تطلعي آه ت... كنت تطلع اطول من اطول منهم كلهم يعني كلهم <تصفيق> <تصفيق> مش معقول <applause> ايه ما شو... بس مش ضروري الطول يكون في كاس ليك في عنا هلا في عنا اطول شخص مش عم يقدر يعمل شيء نجيب ميعاد اطول منك هو اكيد <تصفيق> 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 مش قادر <قاية> يعمل شيء طيب <applause> <applause> ليك قولي لي أه كنت ما فكرتي ولا مره ترشحي؟ لا لا لانه ما بدي يأس العالم بس انه ان شاء الله هلا بالانتخابات بصير في تغيير لكم نايب يعني لو خمسة او عشرة بالمية بس اكيد التغيير بده سنين لقدام فهلا لا ما مش قادر اكيد ما بقدر بعدين يمكن ليش لا ايه بتحسي حالك فيك لانه بحب لبنان مش لانه بحب السلطة السلطة مثل ما هي هلا ما بحبها انا بحب لبنان لانه انا بسافر بحب اعمل لبنان بيشبه البلدان اللي بحب زورة طيب نحكي شوية عمل اعلامي وبرامج كارلا حداد قبل ما تقدمي كل البرامج اللي اللي مرقتي فيها عم نحكي دانسينج وذ ستارز وفي مين بقيتي مقدمه للنشره الجويه على شاشه ال بي سي اي ثمان سنين ليه؟ ما كان في عروض؟ شو السبب لهذا القرار؟ انت عم تخليني احكي الصراحه لأن اوقات اذا ما بحكي الصراحه رح بين انه ما عندي كتير مستوى ذكى يعني بس أوكي. لانه ضل بفتره هالقد طويله مثلا عم بقدم نشره طقس اكيد ما احترامي لكل يعني. بقدموا بيقدموا نشرات طقس بس انا كنت مضطره ليه؟ مضطره؟ آه لانه كنت موظفه بال بي سي وأبني معاش يعني ضمان لامي آه. امك؟ ايه لانه إيه؟ كان معها و اوف م? مجبوره تضل هيك لتأمني علاج امك صح اوف هي أول مرة بتحكيها الله يرحمها توفت. اوكي خسرتي هلا ما كنا ما بدنا نوصل لهيدا المحل كارلا بدك تشربي تشربي مي. أنت خسرتي أهلك اثنيناتهم بسبب أمراض مزمنة، كانوا اثنيناتهم يعني ما هم كبار. شو تغير فيك بعد هالخسارة المبكرة؟ صرت اعرف انه الحياه ما لها معنى مم. يعني مشان هيك انا إنت قلت قلت بالانترودكشن تبعك اني مسالمه مم. في شي حرزان بحس مم. يعني بيي خسرته عمره 61 سنه والماما 5 بسبب التصلب الواحي بييك آه. صح آه. صح مم. والماما يعني ضلت 16 سنه تـ 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 بالكانسر يعني شيء زي فايتر صراحه عندي 15 سنه 15 16 سنه واو مم. آه. فبحس انه الحياه مش حرزانة نعمل مشاكل مع حدا مين ما كان هالشخص يكون وشو ما كان الموضوع مش حرزان لانه ما بتعرف اي متى مزبوط. بتروح يعني. طيب بانطلاقتك بعالم التلفزيون اول مره ما كانت اصلا بس نشر الطقس طيب كنت باواخر التسعينات عبر شاشه ال سي اي مع فريق منيعه في لبنان كنت تعملي كوميدي بال 99 بال 99 ايه باخر اواخر التسعينات وقدمتي معهم سكتشات كوميديه واعمال مسرحيه كثيره أه وبوقتها كنت حاطه براسك تقدمي على ميسلي وارتباطك بمنع في لبنان منعك من هذا الشيء اوف تندمي انك مثلا ما سلكتي طريق نادين نسيب نادين نسيب نجام ايه, ناسي ايه بندم لانه اللي بتطلع ميسلي ليبان كثير بتختصر مسافات, مسافات وعقبات وصعوبات يعني ايه لانه انا طيب ليش ما كفيتي بالكوميدي؟ طب رحتي رحتي ما قدمتي بالسباق وين في كوميدي هشام؟ وين في كوميدي؟ مين في حدا بيقدر يكتب كوميدي اللي بنعرفها اللي بتحبها انت كمشاهد مم. تحضر فريندز لتاني اتعس شعب بالعالم حسب الدراسات <applause> صحيح بس انت عم تحكي كمان انت قلتي لي مثل فريندز انت كمان عم تحكي عن سوء رداءة النصوص رداءة النصوص بي... بيجي شخص واحد بده يكتب لك موسم مثلا 13 حلقه هونيك في 15 50 رايتر <applause> بادجت بادجت برودكشن وين في انا ما بحب الكوميدي تضل محصوره مثلا تقليد او انهبال او كلاوننج انه مش هيدا هو الكوميدي الكوميدي موقف تمثيل انه ما في حدا بيقدر يكتب لك يعني بالنهايه قد ما انت موهوب بدك نص طيب. بدك اخراج كنت كنتِ، كنت بتكون الكوميدي الاولى لو ضليتي ضل كنت بوقتها هلا بدنا نضل نقول الاولى يقولوا لك هي شو متعجرفه اي بس آه انا بحب مثل ايه وبحس حالي فيك تضحكي ايه فيك الضحكة طيب طب انت اليوم ملكة جمال الاعلاميات <applause> لا انا انا لا ما عملتي ملكة جمال لبنان على قليلة ملكة جمال الاعلاميات لا في اعلاميات كثير حلوين والجمال يعني بتحسه هيك نسبة يعني انا بلاقي حالي راضية عن بعدك حالي. نفس الشكل؟ ولا عامل عملية تجميل؟ لا أنا بظبط حالي يعني, شوي يعني شوية بوتوكس هيك هلا لكن كل واحد بسأله هلا عم بسأله كل واحد بسأله عامل عمليات تجميل بيقول لي لا بتقول لي لا شوية بوتوكس ليش لا البوتوكس مش عملية تجميل؟ لا مش عملية منه عملية شو لكان؟ إنه شو؟ إبرة 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 بس شو إيه إبرة إيه شو يعني مش إبرة إيه آه قوة يعني إبرة إيه آه إبرة هو سم بيقولوا سم بتشل العضل <applause> لا كرم انا انا هي مش بس كرمال التلفزيون انا بحب ضلني هي... آه. ناضرة نضره طيب قدمتي <applause> طيب. كمان ببداياتك برامج خاصه فيكي مثل كارلا لا بالاضافه لبرنامج شاركتي بتقديمه مع زوجك السابق آه، توني ابو جودي يا ليلي عين واللي كان برنامج كسر الارض ومن بعدها اكيد حلوه الحياة وهيك بتعيدي تجربه التقديم المشترك صرتي عملتيها مرتين آه. لا توني ابو جودي وسام آه، و وعس... اذا حدا مثل توني ايه اذا حدا مثل توني معقول عيد مثل وسام رأيده. لا آه ليه؟ خبريني أكثر. ما 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 بشبهه بال... بشيء ولا بيشبهني بشي يعني ما انبسطتي بدانشينج ووتي ستارز بالتجربة, بالتجربة التقليدية؟ انبسطت التج... بالتجربة وبالبرنامج وبالهيوج هيوج برودكشن وبالبرنامج كان مكسر بالإبهار البصري. إيه بس ما ما كنت مبسوطة لا بالتقديم المشترك. أوف هذا تسعد أول مرة بتقوليه. انه ما كنت مبسوطه كثير بتغيير ما لازم وعم بحكي كثير اشياء لاول مره معك مم. طيب صار كثير بلبله من بعد ما تركت الام تي في كارلا انه مين ترك مين انت او المحطه بتتذكر صار في الو قال اليوم كيف العلاقه؟ في علاقه؟ لا ما في علاقه خلاص؟ بس انا عندي كل المحبه والاحترام لاي شخص او اي مؤسسه انا اشتغلت فيها ممكن اي شيء نهار ترجع على الام تي في؟ ما بتعرف بكره شو مخبي لك هشام مم. يعني ما حدا بيعرف بكره شو مخبى اليوم اليوم في ميل موسم الرابع على بي سي اي او شيء كنت متوقع لانه الانطلاقه كانت مش ما بيقول متعثره بس لركب الفورمات وهيك محاربه إيه؟ كان في محاربه كان في محاربه إيه مزبوط. بالانطلاقة بس كانت ايجابيه لك كانت ايجابيه لك عملت لك شويه عملت لك باز وكيف بتشوف اليوم في ميل في الرابع جوهر اكيد مم. لانه عم نشتغل عليه كلنا كاكيب مم. يعني ما حدا استسلم او يئس او زهق او يلا آه. لا. دايماً عنا انه يلا ناجحين بنكمل مثل ما نحن لا دائما عندنا انه بدنا نعمل شيء جديد بدنا نستمر بدنا نخلي الناس ما تزهق بدنا ننبسط بشيء اللي عم كم موسم شايفه لقدام بعد الرابع؟ بيحمل كثير بيحمل كثير اكيد مع تويست بده يكون في هيك تغييرات بسيطه يمكن وقفتوا فقط رجال عملنا اكسبشن بيوف... حلقتين جبنا ورد الخال وعيد الام كانت باسكال عليني وحلقتين عن جد كانوا من الانجح ليه عملتوا اكسبشن حبينا اول شيء ورد الخال كان بت على الومنز داي وعيد الام حبينا انه يكون في امراه الناس اشتاقوا لها وهي معروفه على السوشيال ميديا بانه دائما مع عائلتها مع ابنها مع جوزها مع امها وكان الناس كمان مشتاقين لها يعني فكانت مثل حلقه كلها ايموشنز كلها مشاعر وانا ليا كمان كانت موجوده فحلقه بعتقد كانت من الانجح اليوم كيف علاقتك مع اداره ال بي سي؟ جيدي، كتير جيدة، كتير منيحة. مم. الحلو بالإل بي سي هشام تندم... انت... تندمي يعني قبل ما تقولي الحلو بالإل بي سي بتندمي إنك تركت الإل بي سي بال 2013 ورحتي على ال على الإم بي؟ لا أكيد ما, ما بندم ما لأنه لو بدي أنت ما كنت عملت هالخطوة، أنا كتير باخد وقت لاخذ قرار، مم. يعني أنا بكون عارفة الصحة من الغلط من من أول مرة مم. من أول لحظة بس أنا بعطي مجال، بعطي مجال هلا هل بهالعمر لانه تقدمت بالعمر وبالخبره ما بقى اعطي مجال آه. يعني هلا بتضايق بنزعج من شيء ببرم حالي وبفل شو ما كان أوف. انا قبل كان على الصعيد الشخصي وعلى الصعيد المهني انطر انطر آه. في وقت عمرك آه. 18 مثل عمرك 20 و30 وما راح اقول لك اكيد <تصفيق> <تصفيق> اكيد مثل ما عمرك مثل ما عمرك 20 و30 و... <applause> و31 ايه أه؟ فهلا لا يعني دغري بأخذ قراري آه. لانه ما بقى عندي كثير وقت بتعتبري إيه انه ما بقى عندي كثير وقت مهني اكيد شو شو وكمان يمكن صحي ما بتعرف يعني اذا انا متل اهلي كمان يمكن مش كثير بضاين فانه أنو... عم بعيد الشر عن قلبك <applause> فانه ايه الوقت مش ك... مش قدامي بس صحيح انه تت... بال 2013 كان عندك وقتها تصوير حلقه بيلوت من برنامج جديد للبي بي سي اي وببساطه ما رحت على التصوير وبعثتي ايميل استقالتك ايه كان... بعت ايه مزبوط كان تصرف غلط من قبلي بعترف أه. آه ما كان عندي يعني ما كان عندي آه خبرة عرفت كيف آه. وما عند كان عندي احسب الرجعة ولا شيء يعني وقت انت تكون برجع بقول لك عن جد بالعشرينات مش لما تكون بالثلاثينات وناضج عن جد هيدا النضوج كثير بيفيد شو كان اسم البرنامج؟ استحيت نسيت آه شو كان اسمه آه مين قدمه؟ جوزيان الزير رجعت قدمته جوزيان يعني شخصية او شخصية غنية شخصية وغنية شخصية, شخصية, وغنية شخصية مزبوط. وغنية. حكيوني وانا كنت آه عملت الاتفاق مع الام تي في آه. وانا مش عارفه يعني بدي اقدم استقالتي ومستحيه يعني كنت حالك انه عم تقدم استقالتك من حلو الحياه بوقتها مش انه من برنامج إيه. جديد مش انه من برنامج جديد ومن الطقس ومن آه. من كذا برنامج آه. ومن مؤسسه عن جد قدمت لي الافضل يعني آه. يا يعني يعتبر الافضل آه. بوقتها آه بعدين مهم بعثت رساله هيك انه انا اليوم اخر نهار وبقدم استقالتي يعني رساله ناشفه يعني نو واي اجراء اعمل هالشيء هلا بحياتي المهنيه آه. ابدا بس كان عندي برنامج يلي هو Dancing with the Stars لا يقارن بحلوه الحياه او بشخصيه غنيه او بشخصيه وغنية فكنت انا انه خلص صار وقت انه تفل وواضح من الايميل انه كان في بانيك كمان عندك انه شويه بانيك لانه في محبه ايه لانه كيف بدك كيف ما كنت اعرف لانه في محبه مع انه هلا بعرف انه اذا بتحب شخص بتواجهه بالعكس بفي ميل كان في منافسه بفتره بالفترات بموسم من المواسم بين بينك وبين اه اه مايا دياب اه ايه اي او اه اول سيزون او ثاني سيزون اه مين بيسبق بوقتها مين سبق؟ هلا انت عم تحكيني كمقدم برامج ما عندك ما فكره او ما عندك خبر بالارقام، اكيد انا لانه الارقام هيك بينت وال والارقام بينت انه انا كملت وغيري ما كمل. أوف. اوف 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 اوف، ايه غيرك ما كمل، ايه هو ما كمل لانه كمان شو معناتها انه كمان غير. ما كان موسمها الاول هي كمان كانت كانوا مم. راجعه وما كان ظابط وضيوفها ضيوفها غير قليلة انا كليل. ما عم بحكي عن شخص، انا عم بحكي برنامج مقابل برنامج، يعني انه علاقتك جيدة فيها يعني؟ ما بعرفها شخصيا يعني انا اكيد انا ملتقيه فيها هيك يعني ببرنامج دانسينج اجت ضيفه وهيك مش انه في قعده معها او حديث من ممكن من اذا صح لك تستضيفيها في ميل تستضيفيها اي اكيد بستقبلها مايا فنانه محبوبه والناس بتحبها وعندها جمهور واكيد بتكون اضافه لاي برنامج بتكون فيه بس انا اللي عم بحكي انه كبرامج منافسه كانت في ميل يعني صبق. شو تو شو يعني شو يعني برنامج في اس برنامج مش, مش مايا في اس كارل. لا. طيب هلا مش مفروض تكون اذا بتقول ما في شيء بالشخصي يعني اكيد لا اذا بتقول مايا في اس كارلا يعني كانه الناس عم تحضر بس كرمال تشوفني انا ماني بس شكل مم. ومنظر لا وفي في ديوف كمان وفي في ضيوف في بس, بس مين احلى انت ولا مايا؟ اثنيناتنا مين احلى؟ حلوين كارلا؟ هلا مش قد ايه موجودة هون اثنيناتنا حلوين انا بقول غير ستيل يلا هلا خلصنا الجد هلا مطلوب منك عن جد ابو الناج حدة ومهمات صعبة مع فقرة مطلوب منك عن جد بهذه الفقرة رح يكون في صور ورح يكون مطلوب منك عدة مهمات بتعمليهم بهول الصور وإذا ما بتعملي المهمات بتاكلي دجاج وتوم لا أكيد لا لا بلا أو أعمليهم أنا بلقمك وشيل عطوم لا عن جد بدي أقول لك شغلة هشام هلا عن جد عم بحكي شد شو؟ أنا مو... نو واي أكل الدجاج قبل تعملي مش لأنه أنا مش من جماعة إنه هول الحيوان حرام قتلوه بس أنا ما بحب الدجاج ما عليه اوكي بتوم معه طوم. بغطي الدجاج شو بكي لعيت نفسي أوي. لا طي طيب خلص بجاوب ما عندي مشكله يلا اوكي <applause> مطلوب منك <applause> اول شيء هيني مطلوب منك تختاري نجم واحد تعملي معه حلقه حواريه من الاتي عمر دياب وائل كفوري ومحمد رمضان يتل... انت نقيت لي اكثر ثلاث اشخاص بحبهم بدي نقي شخص وائل كفوري وائل كفوري ايه؟ اوف لانه بعرفه شخصيا وبحبه كثير اوكي هلا هيدا هين هيدا هين هلا بتاكلي دجاج ولا بتحسفي حلقه من حلقات برنامج في ميل اي نجم بتحس جوزيف عطيه نادر الاتات ناجي قصة عامر زيان ولا ايه كل دجاج ليش بدي اكل دجاج عم, عم اهلك حبيبي لا 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 هشام ولا لا يلا حسفي حلقه حزفي حزفي شو بدك انا اعطوني شوك ما بدي احذف حدا اعطوني شوكة و... او شيء وقبلوا عزيمتي وكانوا حلقاتهم كثير حلوه وكشامب لا لا كثير توم فينا اكل بس خبزه ما... لا دجاج شو خبزه بس خبزه ما في اكل دجاج بسر بيع... براجع تراجع اي ولو نعمه هاي ايه معك حق براجع ما بدي شيل حلقه شيل ومسقع كمان طب ب... ب... بركب شيل شو حلقه خليني فيني افكر ولا ف... انت لا لا ما جبرني لا لا فكر انا هيا فكر شو ما كترت لك شمي لحظه بقول لك شو بتشاهي ايه شو؟ مين؟ بحبهم اربعتهم بس ايه شيلي حلقه طب بشيل عامر ما بتحبي عامر ايه <تضح> 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 شو سعيد شو لا بشيل عمر لارجع لا استضيفه مره جديده يا خلص شلتي عامر حكي بلا هذا شو هذا لا عامر أخل... بدي اعتذر منك انت بتعرف قد انا بحبك بس انه مجموع فيني اكل توم ودجاج مطلوب منك تختاري رئيس للجمهوريه بعد انتهاء عهد الرئيس عون مين بتختاري سمير جعجع جبران باسيل وسليمان فرنجيه نجيب هالتوم والدجاج <applause> مجبوره من الثلاث <التليت> اشخاص ايه <applause> مجبوره لا تصوري يكون مش مجبوره كم كون بقول لطعم اللعبه طب, طب اوكي دكتور سمير جعجع قوات لا انه بين التلاتة بفضل دكتور سمير جعجع اقرب شيء للقوات انت يعني آه الأوات بالمواضيع يلي عم بيحكوا فيها اقرب شيء للي انا بفكر فيه آه حافظه اغاني القوات؟ لا هزيت ما نزلنا لا حزبي لا لا صحيح ما لا. بتعرف لا. ما بتعرف الدجاج او بتغني؟ <تصفيق> ما <applause> بعرف الغنيه طيب. والله مطلوب منك تختاري اسم ولا مستحيل تعملي معه برنامج مشترك بيير رباط وسام برايدي توني بارود شيلي شي لي وسام برايدي توني بارود او بيير رباط او لحظه شوي بيير رباط م... ليه كمان صار في شي بيني وبينه ما شو هو حلقته كانت مستفزه جدا لإلي مع انه هالحلقه كانت حلقته انت ضايفته كنت ايه اخر حلقه عملتها وفلت تاني نهار انا رحت على البي سي من ورا هالحلقه لا ايه لا ها كمان اول مره بحكي فيها اوف اكيد بتمنى له التوفيق بس بتمنى انه ما اشتغل انا وياه يعني اكيد اه ليه؟ ليه؟ لأنه هيدي الحلقة طلب مني اه ميشيل المر إنه أنا أكون موجودة بالحلقة المية لأن أنا كنت موجودة بأول حلقة معه وبكون موجودة بالحلقة المية وأنا مثل هلأ ما سألت معك هشام أنت مع بقارنك شو الإعداد؟ ما سألت شو الإعداد لأنه ده ده أنا, أنا عندي ثقة بعرف شو بدي جاوب أوقات يمكن بخبصها برجع عن <applause> بس إنه ما سألت اسئلته كانت ما مش ما بتليق فيي وما بتليق يعني. بزميله لإله وما بتليق بزميله طالعه بطلب من ميشيل المر آه كارلا حدد وراك صور لاربع اعلاميات لبنانيات او مقدمات برامج وفي في معك ايموجيز بدك تعبري بايموجي لالون او لكل شخص منهم آه. لكل واحده بقول لك اسمها بتعبري لي بايموجي اورايت فيني اشوف شو الايموجيز آه. تفكير مفاجاه ضحك شيطان استفراغ وبوزه هاي بوزه <applause> <applause> هاي بوزه أه أيه. اوكي اوكي يلا جيسيكا عزار بوزه لا بوظة بس بوزه بس ليه تخليك تفكري شو يعني نو ما بعرف ضايعه فيها ايه خارجه تقديم البر... البرامج الفنيه ولا بتفضل تضل بنشرات الاخبار لا بيلبق لا بيلبق يعني انا ما بدي اتهجم على حدا انا مش متابعتها صراحه ببرنامجها الفورتي 40 ماني متابعتها بس انه حيرتك مش عارفه اذا كثير منيحه ولا لا لانه ماني عم مش عم تابع اه اوكي طيب هيلدا خليفه ما في قلب اه بتحبيها؟ بحبها حطي رح نعتبرها ابتسامه هيدي الضحك هيدي الضحك يعني ابتسامه انا اعتبرها هيك قولي قولي انه لانه ما حاطين شيء بوزيتيف اني هن بدهم يعلقوكي مع كل الناس ليش هلا الاعداد هيك ما بعرف <applause> اوكي بس بتحبيها ايه بحبها لهيلا بحب, لهيل بحب رقيه زي... لهيل زين زين الراسه زينة كمان بدي احط انه شو شو بدي اقول زينة ما ما شفتها غير بالطقس أه. ايه بس انه بتلبس حلو واليغانت ويمكن بدها فرصه انه برنامج ما فيك تعيدي نفس الايموجي ايه شيليا على جنب شيليا على جنب تفضل سليم. والضحك شيليا انا السعيد ضحك ولا... هيدي حب كان ايه عملناها حب انت ضحكت على ج... على هيدا خليفه ايه فيك إيه؟ تحطي <applause> مثلا انها تلاقيها سكسي مثلا لريزينا ايه بحط دبل الشيطان دبل ايه ايه مثلا اوكي انا بلا هلال فيك تستعمل اثنين مع بعضهم اذا بدك يعني عم بسال سؤال ما انا ليش شو بتصدمك؟ ايه بشو؟ بأعدائها؟ لك... لك شعراتي خليني زبط لك هن شوي زبطيهم بنتقد غيري <applause> بشو بتصدمك؟ بكل شيء <applause> سلبيا ولا ايجابيا؟ من و... من... من شو بيقولوا من ان اللبيبه من الاشاره يفهمه؟ اوكي <applause> <applause> طيب يعني كيف ملحقة؟ اسم الله يعني طيب كيف لحقه ما بلاش ما هيدي <applause> هي الصدمة بلاش تشتغل؟ ما بعرف ما مصدومة ما هي صدمة هي مش صدمة آه طيب ما بعرف كيف ملحقة طيب مطلوب منك هلا بليز جايز جيبوا لنا الصور تمزيق صورة لكوميدي لبناني ايه ايه او هيك؟ ما في شيء محبة بال, بال بالشو محبة حبيبتي روحي على الكنيسة او على الجامع مثل ما في <applause> جودي ماريو باسيل وطوني ابو جوده تخزق صوره بيناتهم طبعا تعلقني مع ناس عن جد بحبهم يلا جيش شو بقيته. طب اه كمان الجيش بهالفقره ما بعدنا نفس الفقره شو سمعتي موسيقى شيء؟ لا ما غيرنا فقره طيب اوكي فيني احكي شو؟ آه ماريو؟ لا جو لانه كوميدي عم بتقلي ايه شو شو يعني جو؟ لا اكثر شيء اذا يعني جو سوري انا كنت بدي اشتغل مسرحيه كمان مع جو صراحه جو بحبه كثير بيّن حبيبي ولو شو قلي و... عم تقولي يا الله لا مبين 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 بس انه اذا بدي اقارن كوميدي بينه وبين ماريو توني, توني اقل من انه هو هن معروفين اكثر بالكوميدي من جو يعني انه مسرحه مش بيور كوميدي ابدا اتس مور لايك يعني انتقاد اجتماعي ايه انه بس ما بدي خزقه اوكي مطلوب منك تختاري افضل نجمه غنائيه لبنانيه من بين اليسا نوال الزغمي ننسي عجرم كارول سماحه نوال الزغبي، نانسي عجرم، إليسا كارول سميحة أنا وصغيرة كنت حب كثير نوال الزغبي، كنت حب كثير أغانيها بعدهم بس هي هلا أنتِ أنا وصغيرة لأنه هي بلشت كثير أكيد يعني نوال يمكن من عمرهم كلهم ما بعرف نفس آه العمر يمكن نوال من عمر كارول و ونانسي بنفس بس شوي. نوال بلشت قبلهم، مم. يعني نوال طبيعي. بعتبر إنه هن حتى بيعتبروا نوال نوال آه سينيور لي يعني ليدر آه. يعني هي كانت بالأول آه وعكبر عصغر نوال وعكبر حدا بحب شيء فيه هشام عم بس انت انت معروف لحظه انت ليش عم تقولي انت معروف انك بتقولي, ان بتقولي انا بحب وائل فوري وكارول سميحه, سميحة بحب كتير كارول بحب صوتها كثير لكارول ليه ما عم تقولي ليه هلا ما بدك تقولي كارول؟ لانه بحب اليسا كمان عن جديد حبيتيها؟ بحب كل المقابلات قبل ولا مره قلتيها هلا عن جديد حبيتيها؟ يعني بحبهم كلهم بس اكثر شيء بدك مين؟ نانسي مش كارول؟ طب كارول لا نانسي اوكي طب لا اليسا <applause> مطلوب منك كتبط... تختار لا خلص نقيتي نانسي اكثر من كارول بطلت تحبي كارول يمكن اخر شيء ما عم يعجبوكي هي التيتا اخر شيء لا وفهمت عليك انا ليك. ما بحكي هو بجاوب مطلوب منك تختاري مطلوب منك تختاري مطلوب منك تختاري ملكة انا بدك الانترفيو انه تبين لي بصوره منيحه كمان ما لحد هلا صوره ولا اسوء ولا اسوء عم بمزح معك يا حبيبتي مطلوب منك تختاري ملكه جمال الممثلات اللبنانيات ما بين نادين جيم من تحت حنبلش نيكول سيبا سيرين عبد النور امي صياح سيفاني صليبا ونادين الراسي شو يعني الاجمل ايه ملكه جمال الممثلات اللبنانيات صفي اليوم من واحد لسته يا الله ليه عم بتصعب ال... يلا من واحد لسته او بعمل لك دجاج وثوم بالمرق أه... نادين وسيرين وان نفس مين الوصيف الشي. الاولى مين الاولى مين الوصيف نفس الاولى نفس الشي هل هل ايامي عم مثلا الم... عم بتصعبها عن جد لا شو مش... ما طب... بدي أبين انه لانه كل الناس بتحبهم وانا حبيبتي. بحبهم كلهم س... نحن عم نقول ستة حلوين عم نقول ستة رائعات الجمال ما حدا بيفوت على ملكات جمال اذا ما كان رائع الجمال اوكي اوكي سيرين اثنين نادين ثلاثة ايمي اربعة ستيفاني خمسة نيكول ستة نادين راسي نعم اوكي تحبي يا راس طيب آه، الفقرة الثالثة والأخيرة عم تمزح أكيد أبو الناج <applause> الثالثة نوصل لفقرة التحديات اللي ممكن تقولي فيها عم تمزح اكيد بهيدي الفقرة كل مرة بتخسري بتحدي رح نطلب منك تنفذي مهمة واذا يا مسكينة رفضتي تعملي التحدي ما تلومي الا حالك ساندويش لحمة مع بيض ومايونيز واكسترا طيب واصحابي واصحابي في كمان شو هو؟ صراصير ولو شو؟ طب لا انت عم تجبرني انه انا جاوب باشياء ما بدي جاوب عنها لحد هلا ماشي حالي تمام ماشي حالك خنقتني قلت مع الكل. لحد هلا ولا قلتي اخ لانه ضيوفك انت لما بتعملي معهم الفقره الصعبه بتجيب لهم صاعق كهربائي بتتذكر؟ بتتذكري؟ ايه اجى الصاعق الكهربائي ولو بس هي شغله اه أنا. نحنا نحن ولو نحن ولو بس انتم مش ولو بس انا ما بس ما بسال ما بحرج ضيوفي نحن مش ولو انتم ولو بس نحنا مش ولو بس انا ما بحرجهم شو؟ ما بحرج ضيوفي لا انت كل اسئلتك بجننوا كله من كعب الدست يا حبيبتي شو؟ اهلا يلا يا حبيبتي ابو النجا <applause> هلا كارلا صارت على الكهرباء بس شربها دقيقة بس حبيبتي لا بقى. لا ماشية ماشية؟ ماشي؟ ايه حاسة بشي؟ لا ايه ايه ح... ليه؟ هشام شو؟ عن جد؟ بلا سؤال والله العظيم هشام شو؟ حاسة ما عم... عم بحس؟ هشام عم بحس؟ عم تحسي؟ ايه بوجهي؟ يا ما بحس اوكي قلت لك عم بحس اوكي اوكي طيب اه شو اسم البرنامج اللي كان عم يتحضر لك قبل ما تغادر الام تي في؟ هشام؟ <applause> <applause> خلص نسيت شو اسمه يمكن بعد ما كانوا قرروا شو اسمه اوكي إنت نص أوكي. القلب او شيء هيك شيء بعرف انه بالقلب وكنت انا وماريو ماتشنج كان ميت ميت آه آه ايه ايه بيشبه ما عملتيه لانه كان مع ماريو؟ لا 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 لحظه ما عم. هشام سبب اساسي انه ما عملتيه؟ لا لا هشام <applause> <شور. تصفيق> اه اوكي اه كهرب اوكي كان اشياء تراكميه مثل ما قلت لك انا قبل انا باخذ وقتي وانفجرت أنا حطولك ماريو انفجرت بحلقه بيير مثل آه. ما قلت لك انفجر يعني هيدا البرنامج كان كمان سبب من الاسباب لانه مش هيدا الشيء اللي انا بدي اعمله طيب لو كنت مضطره تترشح على الانتخابات النيابيه يعني أعطوك مليون دولار مثلا ومجبوره تنزلي على لائحه احد الاحزاب اي حزب بتختاري؟ تيار مستقبل حزب الله ما باخذ المليون دولار وما بقى. بترشح ولا حزب والله هلا هلا مليون دولار كاش ايه فريش انت شو بتعمل حزب بحلي. الله ولا تيار ولا ما ولا مستقبل؟ هلأ أنا مليون دولار ما بترشح مع التيار خلص بطل بس اشتراكي هشام شو؟ لا ما باخذ المليون دولار ما بتاخذ المليون اوكي، آآ آآ شخصية معروفة عملتي لها بلوك، مين هي؟ عم تكهربني خلص، قد بدك توصل هشام <تصفح> عم فكر 220 ولو عم بوجع عن جد؟ عم بدي هشام؟ عب... بس بقى والله العظيم ليك ليك إيدي اه هالقد اوكي شو خلص مش كهربت اه مش هاللعبه اذا بتكهرب ما بجاوب بكهربت بس, بس عملتي بلوك ايه لكذا حدا مين ايه اخر مره بكيتي فيها شو كان السبب اليوم <applause> اه مزبوط <applause> على فكره مزبوط برافو عليكي طيب آه خلص فيك تشليون طلع معهم شعر لا ما في عند ما في اه <applause> شو <سعيد>؟ تقيل <applause> اذا تاثرتي ما بيوقف بس معلق لك اياها بس اذا <applause> ما تاثرتي ما بيوقف شعر بدنك اذا تاثرتي ما خص شعر بدن بيوقف ما خص الشعر اوكي الموضوعين. شاركتي ببداياتك كموديل مع الفنان المعتزل ربيع الخولي بكليب امان امان امني امان امني أمان. أمان. امان هيدي هيدي انت اجا على سيره العمليات شو تغير شوف بما انه انت بما انه انت بتشت... يعني بتعملي فيديو كليبات كنت من قبل هلا اذا انعرض عليك فيديو كليب مع مين بتعملي مع محمد رمضان مع محمد رمضان حسبي حالك هلا انت عم تعملي كليب مش مع محمد رمضان مع حسن شكوش وعمر كمال وإلك المسرح وبدي اياك ترقصي على سكر محلي محطوط على كريمه بدون ما توقع بدون ما توقع العصا على الارض فرجيني مهاراتك سكري محني محطوط على كريمة كعبك محني ونعود عليه تلاقيني لسه بخيري مش هتبقي الغيري أيوة أنا غيري فيش، بنت الجيران شغلة عناية وأنا في المكان في خلق حوالي مش عايز حد ياخد باله من اللي انا فيه شفت القمر سخرني لليلية وهموت عليك رب العالمين بيا سيب شباكك مفتوح ليه ليه برافو بس اول شيء بس لكم شالي انا بدي ارقص انا بدي ارقص قالت انا بدي أرقص. بدي ارقص علي يعني بنت الجيران طلعت ما واي بس فجيك بتمر بتمرمي فيها بتعمل هيك ايه حرام أول مرة بترقص بحياتها مبين يعني أه وبالعصاية هيك انه في في عدو مش انه يعني <applause> كثير بحب ارقص اوكي أه خلصنا كارلا عن والله العظيم كنا نكربك بس ليك زيد كم سؤال بركي اضطريت تشيل اشياء لا يعني. ما حتشيل اشياء حبيبتي انت ممنوع ما حنطفي سلالاتنا كلنا هلا عن جد؟ أه ليك انبسطتي أه أول شيء؟ كثير دايما معك بنبسط لأنه بحبك وبوثق فيك والشباب كمان على سلامتهم وميرسي كارلا كتير. صديقة عزيزة وكارلا أول ما جيت على ال بي سي طلعتي معي كمان وأنا من الناس اللي اشتغلوا على عودتك لل بي سي وكثير أم براود أوف إت ورهنت إنك رح ترجعي تنجحي وأنا بدي أشكرك كمان وأنت اليوم استغل هالمنبر وأشكرك هشام لأنه إيه كان لك يد ويد كتير كبيرة برجعتي على ال و... وبشكرك لانه عندك هالثقه فيي و... وعندك محبه لك اكيد بمين رح تتصلي اول ما تظهري من الحلقه فيك لحتى تلغي كم شغله أه، اوكي كان حديت شكرا لك مشاهدينا بنشوفكم بالمزح نص جد غنيه ثانيه مثلا على بالك تسمعيها نختم فيها الحلقه اللي بدك اياه شيلها وائل كفوري لعمر شيلها وائل فوري لك ابو الناج مشاهدينا مزح نص جد حلقه جديده يا <applause> ليلي من حبك سكر على احساسي وانا جنبك مش مقبول قلبي القوي قوي شو غير النية لهفتها وخوف علي مش مقبول انت